بسم الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالأفضل الأقدر سبحانه وتعالى. الآن نأخذ الآية التالية، يقول ربي فيها دائما في شأن قوم سيدنا هود عليه السلام: وأتبعوا في هذه الدنيا لعنة، يعني اللعنة ماشية تسحق فيهم ولا تفرط في واحد منهم، كما الكرب ماشيين الكل ما لا بفعل فعل شيطاني إنس ولا جن إلى أبو فردة، سواء كان يقضي هذه الدنيا وهم في متاعب كبرى وفي كرب وراء كرب أعظم منه وأنت ماشي، وإلا في الحياة البرزخية في حفر النار يرتعون بالمقلوب، ثم يوم البعث يندبون حظهم ويتمسكنون ويطلبون من الله أن يعيدهم مرة أخرى. هذا لعب، وشكون كان سبب فيه؟ هو شيطان اللي زين لهم وكذب عليهم، اللي ليس هناك إله وليس هناك مراقب وليس هناك محاسب. نعود إن شاء الله تعالى.